السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي تقطع الخياط جلابة، عاد تفكرتكم. هاد الجليليبة كيعجبوني جلالب، ولكن كيجوني طوالين بزاف، وعاد تتقطعيه منهم ولا شي حاجة تكفي فيهم. انا تنقول حيد، انا غنديرهم تحت الركبة باش يجوني زوينين بحال هاد الخضرة. هادي كتعجبني بزاف في اللبسة ديالها، وخفيفة وزوينة، ودغيا كتصبن دغيا كتصلح، المهم سهلة. دونك هادي تا هي كتعجبني وما كنلبسهاش بزاف، قلت راه نتي عند الخياط تا هي وغادي نقطعها. جبتها عنده قطعها، خيطها ليا بليد، جبتها للمصبانة صلحتها غسلتها. ها هي عند مول المصبانة، دابا عند الحسين. شكرا بزاف اخويا الحسين، الله يحفظك. ها هي غادي يطويها دابا باش غادي نديها للدار. ومهم جليلبات اللي عندكم طوالين وما كتستغلوهمش ولا شي حاجة، حاولوا ديروا لهم هكا تيتلبسوا اكثر، سيرتو في هذا الشهر الكريم. دابا جري لي نجري عليك، عطات الصبيه موجوده تلبسيها وتزيدي. صافي دابا انا غادي للدار، جديت من المصبانه، هزيت غا الجليلبات جوجات، ها هما تشوفوا معايا ديك الخضراء والزرقاء بجوج بيهم. وجاكم راه هو تيصور فيا، تشاف واحد المش ويقلب عليا، مشى تيجري قال لي المش المش الصغيور، راه هو غادي يتابعو كيصور فيه. صافي غادي نمشيو دابا نقضيو الشغالات. كيف ما شفتوا معانا الحال سخون اليوم، خارجين انا وجاكم، راه خرج ليا جاكيطه كاع ما ديال هاد النهار كاع كيحيدها، قال لك خليني شويه ونحيدها، الحال سخون بزاف اليوم. وخرجت قريت شغالات وحيت المصبانه، وريت لكم جليليبه. المهم غادي نديرو دوار عاوتاني، دابا غادي نمشيو للمدينه، غنمشي نشري واحد المقله ديال لي كريب، ندير فيها لي كريب ما شتهاش معايا من ايطاليا، غنمشي نشريها. باش غادي نمشيو للدار ونشارك معكم كالعاده الشيوات ديالنا. خليكم معنا، صباحكم. هنا جينا للغدير الحمراء عند واحد السيده، كناخد عندها الدجاج ولفتها كتعطيني زوين، وشافت جاكمو البيض، هذا البيض الكبير المنقط، قال لي ديالاش؟ قالت لي راه ديال بيبي، كاينين هادو. قلت لها عطيني جوجات، قالت لي عطيتك ثلاثه. قلت لها سيري الله، عطاتني ثلاثه ديال بيبي وثلاثه ديال الوز، وخديت عندها عاوتاني جارتها خديت عندها ديال السمان، وخدينا عندها الدجاج. دابا نوريهم لكم حتى هما، هما شادهم جاكمو عشدهم، كي وقفنا هزهم قالك لا تشريهم شي وحده اخرى. المهم قال لي انت تديري وهضري معاه، بقى هو هزهم، وواحد المراه حتى هي واقفه هي واحد الراجل، وهو بقى شاد هادوك، قال لي انت تفاهمي معاه. المهم انا غنبقى شاد هادو مع واحد السيده، خدات حتى هي جوج، هو باقي شادهم، بقى انا قبل تويت معاه هو باقي شادهم. المهم صافي عقبنا تفاهمنا مع المراه عليهم، هزيناهم، هزينا البيض، دجاج رخيص زوين. نروح ندير بكم دابا دويره هنايا في هذيك الغدير الحمراء، شوفوا البطبوط والمسمن وداك البغرير. بناني برضه سي كوا في كل هنا ورده لينا اسبوله ولكن جاكمو لينا اسبوله Muy periodo, pero a maggio. Sapi, andiamo. No, non ce l'ha. عجاكم وجع، يلا خرجنا من الغدير الحمراء، غنمشيو دابا للرياشة باش غنريشو الدجاج. ها هو هذا الدجاج. Sì, pronti. Non so dov'è. وصلنا عند مول الرياشة هنا، وكاين عندهم واحد السدة الفوق ودايرين فيها هاد بيبي، ها هو واختي، وبانوا لجاكم. راه ما تيبانوش بزاف، تيبانو غير شوية، انتم تشوفوا راه كاينة غير واحد السديدة تيبان منها غير واحد الحويط وهو يشوفهم. قال لي راه غنصور هذاك بيبي، راه هو شوف شحال كبير، ما عمريش شفتو بيض، تيشوفو غا بالكحل، قال لك لي وبلا قري، وشافهم دابا بيضين، راه هو شادهم لاصق عليهم وكيصور فيهم، بقى قالس عليهم حاضيهم. ايوا انا واقفه هنايا حداه، هو تيصور تما وانا واقفه تنتسنى شاده النوبه،
باش غادي يريشوا لي هذوك الدجاجات، جبتهم هنايا الدراري ذبحوهم وكيبيعوا الدجاج هنا وكيريشوه وكل شيء. المهم حنا شادين النوبه حتى يوصلنا الدور ديالنا. الدجاج تريش تعاود تقاد غنجي الطرد بعد وصلوا مزيان وغنمشيو نرجع نشري واحد القيله ونخليكم معنا حتى نوصلوا للدار. تنجيب كري شويه و تنجيب الى 12 عام هنا هنا في هذه البلاصه هذه من 2012 كان محل هنايا كان غير صغير ياك تقدينا الدجاج تقدينا الورقه ديال البريوات ديك اللي ما فيهاش الزيت غاب البخار وغنمشيو دابا للدار وان شاء الله غادي نوصل وغادي نوري لكم الجليليبه من بعد ما تصلحات وداكشي غتشوفوها معايا ان شاء الله تعجبكم. يلا خليكم معنا فرجتكم ممتعه نوري لكم كلشي هادشي اللي درنا هذا النهار هذا. الجلابه قولوا لي كي جاتكم دابا غنطيح هانتم شفتوها كنستغلوهم هكا هادي مزرعه فيها الجياب الموديل ديالها قديم فيها الجويبات ولكن تتعجبني ملي تلبسها تجيني خاصني نلبسها ضروري مع شي حاجه عاليه ولا خاصني نقص منها وانا ما بقيتش نلبسها نلبسها مره على شحال. المهم نقصت منها ها هي جاتني زوينه عجبتني هكا نتمنى الاجابه ديالكم نتوما على شي فكره تنوض الجلابه تقطع على كانت عندها زوينه انا كنستغلو هكا تلبسوه مع الجين مع السروال عادي مع اللي بغيتو نتوما. ونتمنى يكون الاجابه ديالكم هذه الجوله اللي درنا ديال هذا النهار هذا وشجعتكم القناه وفي الفيديو القادم ان شاء الله نسوش لايك وبارطاج. مع السلامه نهاركم مبروك. Sí.